وهنعمل كمان الخضار المشروم هيكون النجم بتاعنا. ايه هي المقادير؟ عندي المشروم، عندي الطماطم الشاي هكون قطعاها نصين، عندي القرنبيط من الحاجات الحلوه جدا اللي احنا مش بنستخدمها فهاتوه وهيكون نص سلقه، عندي كمان الفاصوليا الخضراء، الثوم والخضره الجميله، عندي كمان البيكن مع السكر، دي اول حاجه هعملها، انا عايزه اكرمله فهاخد السكر والبيكن وايه اكرمله، هحط السكر هنا وبعدين هنا كده بصوا اهو في طاسه حاطه السكر زي ما انتم شايفين علشان يتكرمل، اول ما يبدا كده ياخد لون لذيذ هقوم دلقه عليه على طول البيكان بتاعي اللي انا محمصاه، وهنا هحط شويه زيت زيتون وهحط عليه الايه التومه بتاعتي كده، وهنزل بالمشروم. دي من الاكلات الشتويه اللذيذه، في نفس الوقت بنحتفل دايما بالاكلات الحلوه السهله الجميله، مش مجرد ان هي يعني ايه تكون حاجه سهله وخلاص او حاجه بتاعت احتفال وخلاص، لا احنا عايزين تكون حاجه طعمها حلو والناس تكون بتحبها، ونجدد دايما في الاكل بتاعنا اهو كده. بصوا بقى اهو هشوح المشروم تشويحة محترمة زي ما احنا شايفين، وايه والقرنبيط عندي اللي مسلوق نص سلقة مش هسيبه كبير كده، هحاول ان انا افرعه شوية علشان يديني طعم احلى وكله يخش كده في التومة بتاعتنا، وشوية الزيت بيكون احلى بكتير لما ايه يكون اقل ما يكونش ماسك قوي في بعضه اهو كده، بس انا عشان مش عايزاه برضو يتهري، واحنا ما بنستخدموش في غير بطرق معينه فدايما عايزين نغير الايه الكونسبت بتاع ان القرنبيط يا هاكله كذا يا كذا، لا تعالوا نحطه وسط الخضار عندنا، تعالوا ناخد فوائده كلها اهو كده. تعالوا بقى نشوف هنا عندي الايه السكر، بصوا بدأ يسيح شوية شوية، هسيبه يسيح علشان اقدر اكرمل الايه البيكان فيه زي ما احنا شايفين كده، مش عايزاه يتحرق بس عايزاه يبدأ انه ايه يسيح معايا. يلا زي ما انتوا شايفين بصوا الجمال والحلاوة، المشروم عندي خلاص قرب على التشويحة سوال جميل، هرش رشة ملح خفيفة كده، كل حاجة بحب أعملها لوحدها وبعدين أحطهم على بعض، بس إيه حاجات معينة مع بعض وحاجات اللي بتتحط مع التانية كده. هزود شوية زيت مع التومة بتاعتي وهقوم حاطه القرنبيط الجميل بتاعنا ياخد التشريحه بقى اللي هي، يلا اهو مع الخضره، وهحط معاه ايه الطماطم المجففه سان دراي توميتو بتديني طعم جميل جدا، رشه ملح رشه فلفل ونسدوني. يلا تشريحه سريعه لذيذه جدا، نكهاتها كلها سهلة وسريعة بس حلوة، وألوانها ألوان البهجة والفرحة بتاعتنا. يلا وهنا عندي بصوا بدأ ازاي يسيح، بقوم كده اهو زي ما احنا شايفين اكمل بقية السكر بتاعي لحد ما الاقيه ايه كله ساح خالص خالص اهو، حلو قوي قوي قوي. يلا بينا تشويحة لذيذة، قرنبيط والايه والسان دراي توميتو طعمهم جميل جدا جدا، بس احنا زي ما قلت لكم مش بنستخدمهم كتير، وردة القرنبيط دي طعمها لما بيكون معمول حلو متبل حلو متحبس كويس بيطلع
حلوة قوي قوي قوي. اهو شوفوا بقى الجمال والحلو. هجيب طبق التقديم بتاعي كده وهحط المشروم. كده القرنبيط مع الساند دراي توميتو جاهز برضو، هقوم حطاهم زي ما احنا شايفين كده. وكمان هجيب بقى الايه الفاصوليا والطماطم، وهنا هحط الفيكان، هنزل شوية خضرة كده مع رشة التوم بتاعتي الخفيفة اهو. وهنا عندي البيكان، بصوا بقى الجمال اهو كده، بكرمله بالشكل ده اهو. الله 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 اهو زي ما احنا شايفين، رشة الملح، ونقلب تقليبة بس سريعة جدا. انا سلقة الفاصوليا وايه والطماطم، عايزاها بحلاوتها كده علشان تديني طعم حلو. يلا وهقوم نازله بالطريقه الحلوه دي كده. يا سلام على احلى خضار للاحتفال. بصوا بقى هنزل على الكلام الجميل ده البيكان المكرمل اللي هيديله نكهة تانية خالص وطعم تاني للطبق بتاعنا اهو.